اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. ولأول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام، اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. حلقة النهاردة مميزة جدا لانها بتتكلم عن نوعية الافلام اللي كل الناس بتحبها صغير او كبير. مين ما بيحبش افلام الانيميشن؟ افلام بتناسب كل الاذواق، والميزة الاهم فيها انها افلام بتجمعك مع عيلتك عشان تقضوا امتع وقت. وفي الفترة الأخيرة مع قصص الأفلام اللي بقت روعة، بقوا بيطالبوا إن أفلام دي تفوز بجوائز الأوسكار لأحسن فيلم، مش لأحسن فيلم أنيميشن بس. وبدأنا نشوف كده فعلا لما فاز فيلم سول بأحسن موسيقى تصويرية في جوائز الأوسكار. والصناعة دي تقريبا بقت من أهم الصناعات في السينما دلوقتي. عشان كده إحنا النهاردة جبنا لكم أفضل 5 أفلام أنيميشن في تاريخ السينما، وده الجزء الأول. حلقة النهاردة هتكون معنا في كل أسبوع، استنوا كل اسبوع وابعتوا لنا ترشيحاتكم عشان تخش معنا في الاجزاء اللي جايه. يلا بينا نبدا. فيلم روعه من انتاج 2021. الفيلم بيحكي عن جوي جاردن، مدرس موسيقى وعازف جاز، بس طول عمره حلمه انه يشترك في فرقه موسيقيه ويبقى عازف مشهور، وهو شايف ان دي رسالته في الحياه. بس أمه ما كانتش حابة أبدا أنه يسيب الوظيفة، لأن الوظيفة يعني الأمان. ولما بيقرر أنه يشارك مع فرقة في أول حفلة ليه، وهو في الطريق بيقع في بلاعة وبيموت، بس روحه بترجع تاني عشان تحاول تتشعلق في الدنيا وعشان تحقق حلمه. فيلم روعة بيعرفك أن الحياة عبارة عن لحظات، لو ما استمتعتش بيها وبكل تفصيلة فيها يبقى أنت بتضيع حياتك. فيلم من انتاج 2015 بيحكي عن ريلي. دي بنت مولودة في مينيسوتا، بتحب حياتها جدا، بس بيتحكم فيها 5 مشاعر رئيسية، هي الحزن والفرح والخوف والغضب والاشمئزاز. كل حركة وكل تفصيلة في حياة ريلي بيبقى في تحكم من مشاعرها دي، لحد ما في يوم وبسبب شغل باباها عيلتها كلها هتروح مدينة جديدة. بس للأسف ريلي مش مبسوطة خالص، لا بالمدينة الجديدة ولا بالبيت الجديد، لان كل ذكرياتها كانت في البيت التاني. ازاي بقى كل المشاعر الرئيسية اللي في راس ريلي دي هيقدروا يخلوها تتأقلم على الحياة الجديدة دي؟ وهل هتنجح الاجابات اللي عندها انها تنتصر على السلبيات اللي في حياتها؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده. في الغالب في افلام الانيميشن احنا بنتعلق بحب شخصيات، بس الفيلم ده هيخليك تتعلق بحب آلة. فيلم روعة من انتاج 2008 بيحكي عن العالم في سنة 1805، لما الأرض كلها هتبقى عبارة عن مدينة فاضية بسبب التلوث والاستخدام الغير آدمي للبني آدمين. الناس كلها من 2015 انتقلت للفضاء لأن الأرض ما بقاش فيها حياة، وكانوا على أمل إن الآلات العملاقة هتقدر تنظف الأرض تاني ويرجعوا. بس للأسف المشروع ده فشل، وما بقاش منه غير روبوت صغير اسمه وول إي. قدر يفضل عايش لأنه بيقدر يصلح نفسه بقطع غيار، لحد ما في يوم حياته كلها هتتقلب لما هيبعتوا آلة تانية اسمها إيفا عشان تدور على حياة على الأرض. وول إي بيقع في حبها وبيساعدها. فيلم روعة. من أحلى أفلام الأنيميشن اللي ممكن تشوفها في حياتك، فيلم من إنتاج 2009 بيحكي عن ذكريات رجل عجوز اسمه كارل، أو أستاذ فريد زين زي ما كلنا بنحبه في النسخة العربية. الأستاذ فريد ومراته كان حلم حياتهم إنهم يزوروا الحدائق والغابات في أمريكا الجنوبية، بس للأسف هي ماتت قبل ما يحققوا الحلم ده، وعشان كده جمع كل ذكرياته مع مراته اللي متمثلة في البيت بتاعهم اللي بنوه طوبة طوبة، وقرر يعمل منطاد وياخد البيت ويروح يحقق حلمه. بس للأسف بيلاقي واحد غريب معاه على المنطاد بيبوظ كل الرحلة عليه. فيلم تقريبا ما حدش شافه إلا وعيط، وبيعتبر من أحلى أفلام الأنيميشن في التاريخ. فيلم من انتاج 2017 بيحكي عن ميجيل، وده عايش مع اسرته في المكسيك. كل عيلته مشهورة انهم بيشتغلوا في صنع الاحذية، بس هو ما بيحبش الشغلة دي لانه شايف نفسه انه اتولد عشان يكون مطرب وموسيقي ويبقى زي اسطورته المفضلة ارنستو دي لا كروز. اشهر واحد في القرية عندهم كان موسيقي، بس للأسف الموسيقى في عيلتهم كانت حاجة محرمة، وكل ما بيسأل ليه ما كانش بياخد غير رد واحد، ان والد جدته كوكو ساب العيلة زمان وسافر عشان يغني، والعيلة من ساعتها اتفرقت وده خلاهم يكرهوا الموسيقى. بس ميجيل نفسه يحقق حلمه
لحد ما هيجي يوم الموتى في المكسيك اللي هيغير كل حياته. فيلم روعة يستحق معانا وبجدارة ان هو يكون المركز الاول. لو ترشيحاتنا عجبتكو اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.